السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحباب الكرام، نعود لكي نواصل هذا اللقاء ونستمتع بتجارب ناجحة في هذه الظرفية الاستثنائية التي يمر بها بلادنا، تجارب في التضامن وفي التكافل وفي التعاون وفي التآزر يقوم بها المغاربة الأحرار، الأبناء الأبرار لهذا الوطن. كنا في الاستماع من قبل إلى الحاج بجمعة من ترودانت، الآن معنا الشيخ عبد الحق من الدار البيضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الحق حياكم الله مولاي. فتح الله عليكم الأستاذ الدكتور طيب كوريبان، كيف حالكم؟ بخير، أحوالكم طيبة. بارك الله فيكم مولاي، بارك الله فيكم. جزاكم الله عنا خيرا، بارك الله فيكم. حياكم الله سيدي عبد الحق. كديرين مع هذه الوضعية وهذا الفيروس ديال كورونا وهذه الأجواء العامة؟ والحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعنكم هذا الوباء. يا رحمن يا رحيم، أن يأخذ بأيدينا وأن يحفظنا ويحفظ المغرب ويحفظ العالم الإسلامي والأمة الإسلامية بصفة عامة إن شاء الله تعالى. أستاذنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، لا إله إلا أنت. درتوا شي جهود في هذه الأيام؟ ساهمتوا بشي عمل مبارك من أجل التضامن ضد هذه الجائحة؟ أي أستاذنا الفاضل، يعني بفضل الله عز وجل بالتنسيق مع الأستاذ حسن بقال المصمم ومهندس ديكور وكذلك هو أستاذ في الخط العربي، والحمد لله له عدة اختصاصات، يعني الحمد لله بمجهوداته الجبارة، وهو الحمد لله دائما يتوفق يعني في فعل الخيرات، وهذا نشهده له، الله عز وجل أن يحفظه. يعني قمنا بتصميم واحد لماسك اليوم الآن، رغم الآن يعني توزعوا على عديد من المؤسسات، فبدينا بفضل الله سبحانه وتعالى في البداية يعني توزيع على رجال الأمن يعني في منطقة الدار البيضاء، رغم أن العدد لم يكفي، ولكن الحمد لله حاولنا أن نقوم بتغطية واحد العدد كبير يعني من الناس، يعني على مستوى المعارف المدينة هنا النواحي مولاي رشيد عين الشق وغيرها، وكذلك على بعض رجال الدار في النواحي اللي هي قريبة يعني المنطقة ديال الدار البيضاء اللي تحاكم منطقة الدار البيضاء. وبعدها بفضل الله سبحانه وتعالى يعني تمكننا من توزيع على بعض الناس الآخرين يعني الخارجين على المؤسسات، يعني غير الناس الذين يعني يذهبون في قضاء الحوائج ويذهبون في قضاء الأغراض الشخصية يعني كالمستلزمات الضرورية للبيت، حتى هما بفضل الله سبحانه وتعالى يعني تمكننا أننا نوزع عليهم شيء ما تيسر، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أستاذنا الفاضل أن هذه البادرة هذه إن شاء الله عز وجل تكون يعني بادرة يعني يشارك فيها الصغير والكبير وكل من له إن شاء الله غير على هذا الوطن بما آتاه الله تعالى من قوة. الله تعالى أن يوفقنا والجميع لما يحبه ويرضاه يا رب. السيد بقالي، أنا كنت شفت هذا الماسك هذا وشفت دي فيديو أنه كان تم استقبالكم من طرف السيد الوزير ديال التجارة والصناعة وأنه نوه بهذا الماسك هذا. نعم. كيف جات الفكرة؟ كيف جات الفكرة ديال الصناعة ديالهم؟ هذه الفكرة سبحان الله، يعني الأستاذ اللي هو الأستاذ حسن بقال يعني بهندسته للديكور، هو لأنه يقوم بصناعة الديكور بصفة عامة، يعني شاف هذوك الكمامات اللي كيتوضعوا على الفم يعني كيوقيوا الناس من الفيروس، ولكن يعني سرعان ما كتبلل هذيك الكمامة وكتحدث واحد الوسخ، يقدر هذاك الوسخ يستنشقوا الإنسان، يعني لأنه يقدر يكون خارج واحد الوقت طويل مثلا خارج البيت ديالو، فغادي يقدر يتصاب هذيك الكمامة بواحد الوسخ ولا بواحد الريق ديال واحد الإنسان ويطيح عليها ويقدر ما يديهاش فيه ويقدر يتبل يعني يتسرب ليه عبر الأنف أو عبر الفم ديالو، وكذلك على مستوى العين، فهو يعني شاف واحد يعني دار واحد القراءة وقال شنو هو اللي يمكن يوقي الوجه مثلا بصفة عامة، حتى أنه فإذا كان شي قطرات ديال يعني ديال النادى يعني كالريق ديال الناس اللي كيخرج من الفم أثناء الكلام، فلما وضع واحد البداية خدا عير واحد البلاستيك وضعه على الوجه بواحد تقنية بلاستيكية دائرية كيفما شفتوها أستاذ في الأول، فقالت أن الفكرة الحمد لله غتكون ناجحة، هي هذيك فاش أخذ ذلك التصميم على مستوى الرأس، ففضل الله عز وجل يعني ملي نجحت هذيك الفكرة بداية قال أن هذا الماسك ملي غيتوضع وراء الكمامة
غادي يحاول يقيها يعني واحد الوقت طويل، يقدر كاع تفوت 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات، لان داك الشيء اللي غيخليها تاسخ اللي هو مثلا القطرات اللي غتخرج من الريق ديال واحد الانسان يتكلم معاك، او لا واحد الانسان يعني عطس وخرج واحد الرذاذ، نعم هي واحد الرذاذ يعني كيبقى سبحان الله في داك الماسك. وسبحان الله ماذا لاحظناه لما ملي كتزول داك الماسك من الوجه ديالك، نعم، تلقى فيه واحد القطيرات من البره ديالو، يعني لو لم يكن داك الماسك كانت تقدر تكون ديك القطرات يعني في الثوب ديال الكمامه ويستنشقها الانسان. يعني هي الحمد لله الكمامه كتلعب الدور ديالها الكبير يعني في وقايه النفس، غير هذا الماسك هذا كيزيد هذيك كيزيد واحد الوقايه يعني اكثر، وكيحاول باذن الله تعالى يكون اكثر وقايه واكثر حفاظ. من هنا جات هذه الفكره هذه ديال هذا الماسك هذا، والحمد لله دابا الان الفكره بدات كتوسع، وعديد من الناس يعني الحمد لله بداو كيشاركوا فيها. ونطلب الله تعالى تكون هذه البادره باذن الله تعالى طيبه. هو الان نترى الاستاذ حالا يعني كاين في بعض المناطق هنا يعني انا في النواحي ديال مولاي رشيد باقي تيدير واحد التوزيع، وبعد تقريبا هذه جد لحظه في الليل. نعم في الليل، لانه كانت عندنا هنا ما شاء الله واحد الكثافه امنيه هنا في حي مولاي رشيد قبيلها، كانت واحد الزياره ديال الاستاذ النائب الوالي، وبقاو شي ناس ديال الامن هنا لما كان جاي هو في الطريق يعني راهم فرجع باش يعطيهم بعد لي ماسك، لان فهم اللي مشى دابا شويه ان شاء الله راه يدخل باذن الله يعطينا واحد التوضيح باذن الله تعالى وزياده يعني في بناء المعنى ان شاء الله تعالى، لكي تصل الفكره لجميع الناس ويعرفوا بان هذا لي ماسك استاذنا يعني لهم واحد الدور فعال يعني من بعد هذيك الكمامه اللي كتوضع الانف استاذنا. سامحك الكمامه كتاخذ 3 4 ساعات وكترمى، الماسك نعم. هذا اللي اخترعتوه شحال كيبقى صابر؟ شحال المده ديال الصلاحيه ديالو؟ هذا الماسك الاستاذ يعني يقدر يستعمل عده مرات، شهر او ما يقاربه، لانه عر الطريقه ديال التعقيم اللي خصها تكون صحيحه. لما الانسان كينتهي منه يعني كدوز واحد 4 ساعات، هادشي راه ذكروني الاستاذ السيد الوزير مولاي حفيد العالمي، انها ملي كدوز واحد 4 ساعات ممكن الانسان يدير له واحد التعقيم خارجي وداخلي بدون انه يوضع اليد ديالو على ذاك الجهاز البلاستيكي. لا ماشي يعني المعقم مثل اللي كنستعملوه، واش كنستعملوا جافيل ولا معقم ديال الصيدليه؟ لا غير معقم فيه شويه الماء وجافيل، يعني كيحيد هذيك لانه كتزول منه هذيك البكتيريا اللي كتكون على المستوى ديال السطح ديالو بسهوله. سبحان الله العظيم. واللي بغى هذا الماسك هذا فين كاين؟ واش كاين في الصيدليات؟ كاين في نقط البيع؟ لا هو حاليا دابا ذاك المنتوج الاول اللي صنعوا الاستاذ اللي يعني الحمد لله بالتوفيق ديال الله عز وجل، يعني كان صنع واحد العدد كبير يعني خرج هو في الاول مجانا، والحمد لله مازال يعني كاينين دفعات اخرى باذن الله. نطلب الله تعالى تكون التغطيه شامله ان شاء الله لجميع الناس. فعلا فعلا الحاج الشيخ عبد الحق كان سبق لي الاسبوع الماضي، كنت في اتجاه ديال حي مولاي رشيد، وفعلا لقيت هذا العمل ديال التوزيع ديال هاد الماسكات، كانوا مجموعه ديال الكراتون الكبار ممتلئين وكيتعطاو، ولما كتعطيهم بالضبط واش الاطباء الممرضين رجال الامن شكون بالضبط اللي عنده الحق باش يستفاد من هاد الماسك مجانا؟ واش الناس اللي في الخط الامامي ديال الخطر ولا عموم المواطنين؟ هاد النقطه استاذ جزاك الله خيرا، يعني في البدايه كانت الفكره ديال الاستاذ حسن انها تكون تغطية للناس اللي هما عندهم اللي كيتوجهوا للخطر بالدرجة الأولى، اللي واقفين في يعني في حراسة الأمن، كذلك في الجهاز الطبي، كذلك الناس اللي هما يعني في المقاطعات اللي هما كيخالطوا الناس ولهم دور، يعني الخروج ديالهم ضروري. وكما ذكرت لك الأستاذ يعني بدأت البداية الأولى أنه يعني وزعنا في المنطقة ديال الأمن اللي في المعارف، ثم بعد ذلك طلعنا للمناطق ديال مولاي رشيد وهبطنا لبعض المستشفيات، جيت في المعارف، جيت مريزكو، كذلك في المستشفى كاين في الولفه اللي هو ديال الشيخ زايد. كانت الحمد لله واحد التوزيعات على بعض الناس اللي هما لقيناهم خارج المستشفى يعني بدون اننا نوصلوا حتى المستشفى مباشره. كما قلت لك الاستاذ كانت تغطيه للامن، كان شويه ديال الاطباء، وفين ما تيسر الامر كنا كنحاولوا نحطوا واحد الكميه ونطلبوا الله عز وجل انه يتقبلها ويجعلها في الميزان ديال الحسنات لنا ولكم ولجميع المسلمين. وهنيئا لكم اخويا، هنيئا لكم، هذا تضامن كبير، هذا تضمن ان غتصنع هذه لي ماسك وتوزعها مجانا، وهي مكلفه يبدو ان حتى سبق لي شفت لي ماسك هادو مصنوعين واحد الجوده عاليه، وخصو واحد الثمن كبير في التصنيع، وملي كيقوم السيد بقال بتوزيعها مجانا هذا راه كهرم كبير
وجود وعطاء وبذل وإحسان يعني جليل جدا نشيد به ونعتز به. الله يبارك فيكم الأستاذ. حالا يعني راه التحق بي دابا الأستاذ حسن، إن شاء الله غيدير توا واحد التقديم يعني إن شاء الله واحد التتمة. أييه يعني يعني لأنه كانت البادرة الأولى يعني بداها، الآن راه التحق بي إن شاء الله راه غيتكلم توا ويدير واحد التوضيح بإذن الله أستاذنا. هو قريب منك هو دابا الآن دخل وصل عندي دابا، وصل عندي دابا. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. السلام عليكم شيخنا الحبيب. وعليكم السلام بالرجل الحديدي الحريري، رجل حديدي في العزيمة وحريري في الإحساس وفي النبل وفي المشاعر. أكرمك الله أستاذ، هذا من النبل ديالكم أستاذ. بارك الله فيك بارك الله فيك. من الفضل الكبير ديالكم. وفيك أنت خارج هذا الليل هذا وكيقول لك يلزموا بيوتكم والحضر الصحي، فين كنت يا خويا؟ كنا أستاذ ملي كتسافرت بالأستاذ عبد الحق هنا لقينا شي برازات، لقينا واحد الشكل أمني كبير مكثف هنا بحال رشيد، وجيت المسيره وجيت حي الفلاح ولقينا يعني الشرطه تبارك الله خدامه زعما بمعنى الكلمه استاذ. تحيه كبيره لهم. نعم استاذ، وملي كتشوف هذا المجهود الكبير اللي كتقشعر منه الجلود ما كتشعرش كدا الجهد كتفرغ على رجال الامن وعلى الناس المساعدين وعلى كل من كيقوم بهذه البادره من اجل حصار هذا الوباء القاتل استاذ. ما شاء الله ما تبارك الله عليك، تبارك هذا راه وجه الأدية الوطنية الحقة، وهذا هو التبين الصادق. بارك الله فيك السي، نسأل الله ذلك سي حسن. سي حسن البقال، كيف جاتك الفكرة ديال التصميم هذا الماسك هذا، وانت كمصمم وانت تبارك الله كيف قال السي عبد الحق؟ جات الفكرة غير كما اظن ان الاستاذ الشيخ ديالنا الاستاذ عبد الحق بالكياطي اللي كيوقف معنا ديما توا في السراء والضراء جزاه الله خير والحمد لله، توا عنده واحد الحس عالي فني هذا المجال بحال العظيم، كتشاورت معاه بحال العظيم وبقينا تخرجنا لهاد قلنا زعما ان الكمامه غتقدر تقي الانسان مثلا انه يقدر يستنشق شي حاجه من نيفو فمه، ولكن ما تقدرش تشملي العين، تقدرش تشملي العين، وربما حتى الكمامه كتقدر توصل لها بعد الزيرو سات، ونظر الانسان انه كيبقى كيتكلم وكيتكلم وكيتكلم كتبلل، وملي كتبلل لو وصلت شي لو وصل لها شي لعاب اللي هو اصلا مصاب يقدر يعد بسهوله انه يقدر يبدل هذاك الشيء ديال الاديان. اذا الكمامه كتحمي الفم والانف والعين وربما حتى الاذن. كتحمي الجهات كلها اللي ممكن يتسرب الوجه كامل. تماما الجهات كامله اللي ممكن يتسرب منها الوباء. والشكل ديالها واش مريح؟ مريح ان ملي كديرها في الوجه ديالك؟ مريح استاذ، واللي كنقلقني يا استاذ كريبان هو اللي كنشوف بعض الاشخاص كيديروا الكمامه كيكونوا دايرينها، ولكن ملي كيقبل عليهم شي واحد كيتكلم معاهم او كيبيعوا يشري في شي حاجه ولا باغي يهضر مع شي واحد باغي يطول ولا شي حاجه كيزولها على فمه وعلى نيفو وكيهبطها. جيت القفه ديالو كيحطها لتحت كيهبطها، كيحطها جيت اللحيه ديالو كيخليها هابطه. وكذلك راينا واحد الظاهره اخرى السي حسن البقال، هو ان بعض الناس كيديروا الكمامه النهار كامل، اطباء ممرضين، وملي كيحيدوها كيبقى واحد الاثار في الوجه ديالهم، واحد الخط احمر ديال وجوههم معذبين. هاد الماسك هذا واش عنده شي اثر في الوجه ولا كيبقى مريح؟ لا مريح استاذ، بلا كيبقى يستنشق مزيان، كيبقى بواحد كيبقى كانه ما داير والو، وفي نفس الوقت كيبين ليه كل شيء، ما كيسبب حتى شي ازعاج، بالعكس كيحس كانك ما داير والو، في نفس الوقت حامي بواحد الدرجه كبيره، وهو مصنوع من مواد طبيه صحيه، يعني صحي، حتى الفيروس ما كيعيش فيه بزاف، الانسان خاصو غير يعقل. اذا تبغي نسولك الماده اللي مصنوع منها، هذا الماسك هذا؟ من بلاستيك استاذ. من بلاستيك؟ بلاستيك طبي. من بلاستيك صحي، ماشي بلاستيك اللي صحي. بلاستيك صحي. بطل. وكيفاش اهتديتي لهذا السي حسن بقال انت خدام في الديكور، كيفاش اهتديتي بنفسك انك لهذا الاختراع؟ استاذ اخي تاخذ الغيره سبحان الله، يقول استاذ ملي كتكون مثلا عندك واحد شي دار مثلا كتكون دار ديال شي اشخاص تعلاتها العافيه ولا الله يستر الله يدير فيها شي كارثه ولا شي حاجه، فكتعود سبحان الله كتوحد الاراء، ولو كتكون الاختلافات وكتكون كل واحد كيشوف بجهه وكل واحد عنده توجه وكل واحد عنده طريقته في الكلام وكتكون خصومات، سميتو ملي كتموت شي كارثه ولا كينوض شي مشكله فيها كتبان لك كتوحد الدار كامله من اجل محاصره هذا العدو، وحنا الحمد لله المغاربه الحمد لله كلنا توحدنا، كل واحد ولا كيحاول يصد الوباء بطريقته هو وبالطريقه اللي كتبان له انها كتلائم وكتكون في وجه هذا الوباء الخطير.
ما شاء الله. صحيح البقالة اللي سبق لي الأسبوع الماضي كنت في المنطقة ديال مولاي رشيد، دازمل تما بعد ديك ستة العشية تقريبا، وكنلقاكم هازين طراطم بزاف كتوزعوا فيهم، هادشي مكلف. يعني شكون اللي كيدعمكم باش تقدروا توزعوه مجانا؟ حيت ما ساهلش، راه ميزانية ضخمة هذه. تماما أستاذ، هو هادشي مكلف أستاذ، مكلف الصراحة في الصناعة ديالو، في المواد ديالو، في سميتو. ولكن جاتنا سبحان الله العظيم ملي شفنا القائد الأعلى ديالنا سيدي محمد السادس حفظه الله ورعاه، كتشوفوا أن القدوة ديال كل مثل العزيز كل شيء ضحى بكل ما هو غالي وكل ما هو نفيس، راه ما كتجيك عيب أنك تبيع وتشري في هذا الوقت الراهن. كتجيك عيب الله 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 الله. أستاذ، ولو أنك تبيع حوايجك وتكون باش تعبر على المواطنة ديالك، باش تعبر على الإخلاص ديالك لمالكك ولشعبك وللأمة ديالك بصفة عامة، راه ماشي سهله أستاذ، راه ماشي سهله. راه الكارثه اللي كتمر منها الانسانيه راه سبحان الله العظيم لم يسبق لها شي مثل في التاريخ. راه حنا كنمر بواحد الكارثه كبيره أستاذ، خاصنا كلشي نضامنوا وكل واحد يساهم. وكنظن راه ما كاينش غير الملك وما كاينش غير الناس، ما كاينش غير الناس، كاين الناس كبار عندهم الحمد لله الاموال طائله. بغيت كلشي ينوض وكلشي يخدم وكلشي يوقف رصيدنا، كلشي يوقف رصيدنا وكلشي يكون باش كما هو اعتز بينا وحافظ علينا وقف علينا، فحنا نكونوا له ان شاء الله تعالى نردوا ليه بالمثل. الله الخير. اللهم امين. وتبارك الله، هذا مشرف، هذا شباب، ربما شباب ديال الامه، شباب البلد الحمد لله، شباب مفخره. حنا كنا كنسموا الشباب كاين اللي كيحرق، كاين الشباب اللي كيمشي للمخدرات، كاين الشباب اللي كيمشي للتطرف الديني، كاين الشباب اللي عنده حبوب الهلوسه. ولكن الحمد لله ولينا كنشوفوا الشباب اللي هما في مقتبل العمر وعندهم مبادئ دينيه قويه صلبه، وعندهم روح وطنيه صادقه، وعندهم قيم انسانيه يعتزون بها، وعندهم مبادرات ناجحه وايجابيه. والله هذا شيء يفرح القلب ويسعد النفوس. نعم استاذ، بارك الله فيك. سي حسن بقال نتمنى لك التوفيق مولاي، نتمنى لك التوفيق والمزيد من النجاح والتالق والمزيد ان شاء الله تعالى من الخير. وغنكونوا سعداء نشوفوك ان شاء الله. احنا سمعنا غير الصوت ديالك، نتمنى ان شاء الله نشوفوك قريبا بالصوت والصوره، وتستحق تكريم، انت امثالك يستحقون تكريم. وان شاء الله بعد كورونا وزوال هذه الجائحه سوف يتم تكريم عدد كبير من المناضلين الحقيقيين ومن الوطنيين الصادقين ومن اصحاب المبادرات الحسنه والايادي البيضاء، وانت واحد منهم سي حسن. بارك الله فيك استاذ، وهذا من حسن كرمكم استاذ ومن النبل ديالكم يا استاذ. فانتم بارك الله فيك استاذ، وانا اعرفكم منذ زمن كبير منذ ان كنتم في دار ام كلثوم. كذلك استاذ انت من اكبر المناضلين يا استاذ، ماشي كنعرفك، ماشي كنجامل فيك استاذ ولا شي حاجه، ولكن عارفك وقفتي مع الناس كثار الله يجازيك بخير. ما غاديش نقول على الزوج الاستاذ، انا كنعرفك استاذ مزيان، طيب كريبان، اسم على مسمى طيب القلب وطيب الخلق وطيب كل جلست الصفات المعنى الحقيقية للإنسانية. جزاك الله عن أسخر يا أستاذ، أكرمك الله. العفو. شكرا لك سي حسن، شكرا لك أخويا. واش باقي معك سي عبد الحق؟ اه راه معايا أستاذ، راه دابا حنا في الحملة التضامنية، حنا مازال دابا مواصلين في هذا الليل إن شاء الله تعالى. قبيلة كان تعطي لي شوية الحضور والمكالمة معكم، غير كان عندي واحد التوزيع على شي إخوة ديال البراجات كيجيو بالليل وكيتبدلوا، وكتوعدتهم وقال لي الاخر كيتسناو بشي وحدين وهو تعدهم تما عطيتهم فرقت عليهم، وباقي لحد الان حاطين دابا واحد الكارطونات كنوزعوا فيها. لا اله الا الله. والسي عبد الحق هو معروف في المنطقه ديال الحي مولاي رشيد وسباته وسيد عثمان، معروف بانه فقيه وبانه علامه وبانه قارئ للقران وانه مشفع. ولكن سمعت لي شي كلام كبير يصنف في اولياء الله الصالحين، شي كلام كبير. خلوه مستور هذاك الكلام، خلوه مستور. لا اله الا الله، رجل من الفضلاء. لكن باقي معك، عاود ردوا لنا نتكلموا معاه ونستفدوا من الخير اللي عطاه مولانا عز وجل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام سي عبد الحق. سي عبد الحق الكياطي، الرجل الفاضل، شاب ولكنه شيخ في العلم وفي التربيه والتوجيه وتلاوه القران. حفظكم الله ورعاكم، حفظكم الله، الله تعالى ان يجعلنا واياكم عند حسن الظن، وان يجعلنا واياكم من السباقين للخيرات. حفظكم الله استاذنا، والله بكم يعني نستبرك وبكم يعني نزيد ان شاء الله طاقه ونزيد ان شاء الله قوه الى الامام. الله سبحانه وتعالى ان يحقق لنا الرجاء يا رب. بارك الله فيك. عطاك الله واحد الصوت جميل، عطاك الله واحد الصوت جميل، سبحان الله العظيم.
وأثرت أن تجعل صوتك في القرآن العظيم. بارك الله فيك. وحنا على أبواب رمضان، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، بغينا بداية نسمع منك شي بركة ديال القرآن. إن شاء الله. راني سمعتك شي مرة كنت كتقرأ على بعض الناس المرضى، وسبحان الله العظيم قراءتك فيها بلسم للجروح. شفت ناس اللي مرضى كان عندهم أمراض وروحية وعندهم ظروف نفسية قاهرة، وتبارك الله القراءة ديالك ماشي غير قراءة عادية، قراءة تعبدية، قراءة تأملية، قراءة خاشعة، قراءة ذاكرة، وقراءة فيها واحد النوع من الخشوع، وكتنزل بردا وسلاما على من يسمعها. وحنا لعلنا في هذه الظرفية معنا ناس كثار مرض، كاين اللي عنده أمراض عضوية ربي اللي عالم به، كاين اللي عنده أمراض نفسية، كاين اللي عنده الخوف والهلع والاكتئاب. ما كرهناش نسمع منك شي بركة ديال القرآن الكريم بصوتك الجميل، وتكون لنا فيها نور وضياء، وتكون شفاء لما في الصدور. ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيكم استاذ، هذا من يعني من نبلكم ومن كرمكم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين. لله الامر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم، وإن على ذلك لمن الشاهدين. صوت شجي وأداء متميز خاشع وبركات، أنا شعرت بها. أنا الآن جالس كنشعر بالبركات ديال هذا القرآن العظيم وهذه القراءة الخاشعة الماتعة. لا إله إلا صعب حق مولاي. وانت كتقرأ القرآن الكريم والناس اللي كيكونوا معاك كيسمعوا ليه، كيفاش تكون تأثير كلام الله عز وجل على النفوس، خصوصا وأن هذه الأيام مع فيروس كورونا وطالت فترة الحجر الصحي، لقينا واحد مجموعة ديال الأسر
نساء ورجال وابناء ديالهم بداو كيضيق بهم النفس شويه وكيتقلقوا وكيشعروا بالخوف والهلع، وكاين اللي ولا عنده الوسواس، وكاين اللي تطور عنده الاكتئاب، وكاين اللي كيقلب على ادويه ديال هدوء النفس. كيفاش ممكن القران الكريم يكون علاج ويكون بلسم للجروح؟ سبحان الله العظيم، هو القران الكريم في جل اوقات استاذنا الفاضل سبحان الله له تاثير وله حلاوه، و يعني مميزاته سبحان الله العظيم لا حصر لها. بالنسبه لهذه الظرفيه اللي كنعيشوها الان سبحان الله العظيم، قد يتاثر الانسان اكثر من غير هذه اللحظه. فهذه اللحظه التي يعيشها الانسان، يعني فالحجر الصحي وعدم الخروج ولم تكن تلك الحريه المطلقه، فيشعر ان الانسان الان هو في محتاج لانسه بالله عز وجل اكثر، ومحتاج لتلك الرحمات الربانيه التي تنزل مع قراءه القران. والانسان في هذه اللحظه الحاليه التي نعيشها الان يحتاج الى الاجابه الربانيه التي تكون اجابه على الدعاء الذي يدعوه الانسان بعد قراءته للقران. فحينما يكون الانسان يعني كما يذكر يعني في المصيبه او في ضائقه الامر، يكون اقرب الى الله عز وجل من غيره، لان الانسان المصاب يكون اقرب الى الله بتضرعه، لانه هو الذي يشعر بالمرض الذي فيه، يشعر ب يعني بانحباس الذي يعيشه. يعني قبل مثلا زمن كورونا، الناس اللي كيكونوا مرضى في المستشفيات فكيكونوا فاقدين هذيك الحريه، كيكونوا فاقدين هذاك التمتع بالحياه، كيكونوا فاقدين هذاك الاجتماع مع الناس. فهنا يعني سبحان الله العظيم اصبحنا نعيش كلنا يعني بدون استثناء نعيش في هذيك عدم الحريه المطلقه، يعني كلنا نعيش ونحس ببعضنا البعض. وهذا البلاء الذي نزل الله تعالى ان يكون يعني حسناته اكثر يعني من جمع الشمل. فالقران الكريم حينما نقراه في هذه اللحظه استاذنا الفاضل نرى له حلاوه كبيره، نرى له تاثير، قد تتمعن في القصص الذين يعني من الصالحين الذين سبقونا، العبر التي ذكرت في القران. انت الان وجميع الناس لا المستمع ولا القارئ محتاج، يعني واي محتاج للتدبر الحقيقي في الآيات الربانية التي تمر علينا، يعني قد لا نراها من قبل، لأن فسحة الأمر لا تجعل الإنسان ينظر إلى نعم الله، وكما يقال الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. المريض هو الذي يرى نعمة الصحة، والفقير هو الذي يرى نعمة المال. فالله عز وجل أراد بنا الرجوع إلى أنفسنا شيئا ما، أراد بنا الرجوع إلى الأصل اللي هو التكافل التضامن، اللي هو الرجوع إلى آية الله عز وجل. فوالله العظيم عند قراءتها نسأل الله عز وجل أن نكون كذلك عند قراءتها والتمعن فيها، فكلما تمعنت في القرآن وكلما قرأته وكلما أكثرت من قراءته إلا وتجد معانيه كثيرة، تفهم اليوم معنى وغدا ترى معنى آخر وبعد غد ترى معنى فلا تنقضي عجائبه في عطاءته، بحر لا ينفد. سبحانك يا عظيم، لا تنقضي عجائبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمل القارئ من ترديد كلامه. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وسي صاحب الحق، واش باقي حداك السي حسن؟ اي مازال معنا، مشى يعاود واحد الوضوء ويعاود يرجع. لا اله الا الله، لا اله الا الله. وسي حسن ربما راه هو كيتاثر معك من اللي كيسمع القران الكريم معك. انتوا في اتولي واحد، اتولي صغير، وانت تقرا القران الكريم، وهو سبحان الله العظيم كيسمع، اكيد هو تاثر وتعلم القراءه وتعلم شويه التجويد وتعلم شويه الترتيل من فرط الاستماع، وانت خدام كتقرا القران الكريم يوميا في ذاك المكان الطاهر. لا اله الا الله، فعلا فعلا استاذ والله العظيم هو تاثر، وما شاء الله هو يعني بدا يعني يقرا، وله ما شاء الله هو يعني قراءته الخاصه به، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظه وييسر امره. فكما ذكرت يعني المحاكاه، لان كما قال اهل الفضل يعني مجالسه الصالحين صلح، يعني مجالسه الصالحين فضل. لا نزكي أنفسنا على الله ونتمنى من الله أن نكون منهم، يعني فكل ما حكيت الناس اللي يتعبدون الله يقرؤون القرآن إلا وتأثرت نفسك بهم، وإلا يعني حسيت بنفس ديالك بدأت تسمو باش توصل للحرادين. فالحمد لله نحن وإياه في واحد، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيها للخير، وأن يعيننا فيها على تحمل المسؤوليات، وأن يقدرنا عليه إن شاء الله تعالى نحن وإياكم جميع المسلمين استاذنا الفاضل. احنا على ابواب رمضان الكريم، واش كاين شي استعداد مع القران العظيم؟ نعم الاستعداد له. من قبل كنا نصلي بالناس التراويح
ولكن في هذه اللحظة يعني مع هذا الوباء اللي الله عز وجل أن يرفعه عنا في القريب العاجل، وكما يعني أخبرت السلطات يعني بعدم الاجتماع في الأماكن اللي هي يعني من شأن أن الإنسان يتفشى فيها ذلك الطاعون، فالإنسان الآن يلزم بيته لأن الأولى به والأجدر به أن يلزم بيته. يعني والبرنامج المسطر هو أن الإنسان يعني يستمر في صلاة التراويح، إن كان يحفظ يقرأ في كل يوم حزب أو حزبين إن استطاع في الصلاة، وإن لم يكن حافظا فليأخذ القرآن بين يديه ويقرأ هو وعائلته وزوجه وأبنائه ويصلي بهم تلك الصلاة الجماعية، الله تعالى أن يكتبها، لأن الإنسان المحافظ دوما دائما يبقى في ذلك الرابط اللي هو رابط الخير بينه وبين ربه، يعني يحسب الله عز وجل له الأيام التي لم يستمر فيها في الجماعة يعني أياما يعني يحسب الله عز وجل كما كان في الأول، لأن الله تعالى يعلم بنوايا الناس وبخفاياهم وبما يخبئون في صدورهم. البرنامج هو أن الإنسان كما ذكر أستاذنا الفاضل وأنتم أعلموا بهذا، أن الإنسان يصليها في البيت يعني بتراتبها في القرآن، لأن حتى يشعر بحلاوته يأخذ المصحف بين يديه ويقرأ وأبناؤه خلفه ويكون هو إمام بيته، ونطلب الله تعالى تكون هكذا. ويعني وقد بعض العلماء تكلموا في هذا يعني في بعض الدروس أن الناس يستمرون في بيوتهم في صلاة التراويح وفي قراءة القرآن العادي يعني بختماتهم اللي كانوا يختموها، ونطلب الله تعالى في الأيام يكون الجهد مضاعف، إن كان الإنسان يختم مرة قد يختم مرتين، واللي يختم مرتين قدر يختم ثلاث يعني يزيد، لأن الوقت الحمد لله الآن فيه متسع يعني الآن كين متسع من الوقت، يضيف الإنسان تلاوات، يضيف الإنسان حفظ بعض الأحاديث، يعلم أبنائه بعض الآيات القرآنية، يحاول معهم المراجعة اللي هي دائمة، وبإذن الله الفراغ سيعوض يا أستاذنا، سيعوض الفراغ ويملأ أكيد. وبإذن الله ستبقى الخيرات مستمرة، وباب الله وباب التوبة إلى الله مفتوح، وباب الدعاء مفتوح، فأيما وقت دعوت ربك إلا واستجاب لك إنه سمع الدعاء. الله نعم. على ذكر الدعاء الشيخ عبد الحق شعب حق الكياطي، وحنا في الدقائق الأخيرة من البرنامج بغينا منك واحد دعوة ديال الخير، واحد دعوة ديال الخير، وحنا كاع المغاربة الآن راهم كيسمعوا وكلهم رافعين يدهم إلى السماء بخشوع وطمأنينة وسكينة، بغينا واحد دعوة ديال الخير نطلبوا مولانا عز وجل أولا يغفر لنا ويتوب علينا، وثانيا يقوي إيماننا، ومن بعد يشافينا من الأمراض والأسقام، ويصرف عنا هذا الوباء وهذا البلاء، ويخلي دي من محبين، يخلينا متضامنين، ويخلي البلاد ديالنا سالمة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. بغينا منك بالصوت الجميل ديالك سيدي عبد الحق الرجل الفاضل والشاب اللي هو شاب في عمره وشيخ في مقامه، بغينا منك واحد دعوة ديال الخير، والناس كلهم يؤمنون يقولوا آمين، لعلها تكون في هذه الساعة المتأخرة من الليل ساعة إجابة تفتح لها أبواب السماء، ونحن على أبواب ليلة الجمعة وعلى أبواب رمضان، رأى الآن الحمد لله واحد مجموعة ديال الدول الإسلامية كلها تصوم غدا إن شاء الله الجمعة، وهذا فضل، هذا فضل عظيم، هلال رمضان والقلوب مشرئبة إلى خالقها. بما دعوة ديال الخير الله يحفظك ويرعاك. أمين، بارك الله فيكم إن شاء الله، بارك فيكم الله، مرحبا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر وسوء ما قضيت. اللهم يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، يا مبدئ يا معيد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم أغثنا يا مغيث، اللهم أغثنا يا مغيث، اللهم أغثنا يا مغيث. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وارتفاع صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، وردنا إلى دينك وحياتنا السعيدة ردا جميلا،
اللهم أمنا في أنفسنا وأمنا في أرواحنا وأمنا في محيطنا يا أرحم الراحمين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نسألك خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا وانزع الفرقة من بيننا. اللهم احفظنا من فوقنا ومن تحتنا عن يميننا وعن شمالنا واحفظنا أن نغتال من تحتنا. اللهم أبرم لنا رشد ديننا ودنيانا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف كل مريض من المسلمين. اللهم عافي كل مبتلى من المسلمين. اللهم حقق رجاءنا يا رحيم في رفع هذا الوباء يا أكرم الأكرمين. يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يا من لا يفوته الفوت ولا يختلط عليه صوت بصوت. يا ذا الملك والملكوت. يا ذا العزة والجبروت. أسألك بأسمائك الحسنى كلنا أن ترفع عنا هذا الضيم وأن ترفع عنا هذا القهر. لا حيلة لنا ولا قوة إلا بك. كل الأبواب أغلقت في وجوهنا وبابك ورحمتك وجودك أوسع لنا. فاللهم اشملنا برحمتك. اللهم اكفلنا برحمتك. اللهم مد لنا يد العون من عندك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العزة والجبروت. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين ملك البلاد وقائدها. اللهم انصره نصرا تعز به الدين. اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه عن يمينه وعن شماله. اللهم كن معه في كل كبيرة وصغيرة. اللهم مد له يد العون والمساعدة. اللهم سدد رأيه. اللهم سدد خطاه. اللهم اجعلنا في بلدنا متمسكين بحبلك يا أرحم الراحمين. اجعلنا بقلوبنا إليك متضرعين. اجعل دخول هذا الشهر العظيم دخول رحمة وشفاء. دخول رحمة وشفاء. دخول رحمة وشفاء يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله عنا ألف خير فضيلة الشيخ سيد عبد الحق الكياطي الحافظ لكلام الله والإمام والمشفع ورجل الدين ورجل الخير ورجل الإيمان. بارك الله فيك على هذه القراءة الطيبة الممتعة وعلى هذا الدعاء الصادق. وتحية كبيرة كبيرة جدا للشاب سيدي حسن البقال المخترع والوطني والمناضل والمكافح. هذو ولاد الشعب. هذو ناس يسكنوا في أماكن شعبية وعندهم روح وطنية قوية وعندهم أيادي بيضاء. عندهم إمكانية متواضعة واستطاعوا أن يحققوا إنجازات رائعة 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 جدا جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم عنا خير الجزاء وأن يبارك في كل الجهود اللي كتقوموا بها ويدخل علينا وعليكم جميعا هذا الشهر الفضيل شهر رمضان بالرحمة والمغفرة والرضوان والبركة والتيسير. بارك الله فيك مولاي. كلمة أخيرة سيدي عبد الحق وسيدي حسن.
وأستاذنا الفاضل والله نشكرك جزيل الشكر على هذه الاستضافة الطيبة المباركة الحمد لله التي استمتعنا فيها معك ومع المستمعين الكرام الذين يعني يستمعون لهذه الإذاعة المباركة ميد راديو. أسأل الله سبحانه وتعالى هذه الحصة وهذه التي مرت أن يعم نفعها لجميع الناس وجميع المستمعين وأن ينفع ذلك الأمة الإسلامية جمعاء وأن يجعل الدعاء الذي دعوناه وأمنتم عليه يكون بإذن الله مستجاب ويجعل الله تعالى في صحيفة الحسنات ديالكم انتم أولا وديالنا ولجميع الناس ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وباقي السي حسن؟ لا باقي مازال. أيوة أستاذ كريبان. حسن الشاب الوسيم الشاب الرفيع الشاب المناضل المكافح ولد البلاد ولد البلاد كنشم فيك تحت التراب ولد البلاد الرجل المكافح اللي إمكانيات بسيطة ولكن تطلعات مبهرة وإنجازات رائعة. بارك الله عليك مولاي. كلمة أخيرة لحسن. بارك الله فيكم يا أستاذ. كنتمنى أستاذ من الله عز وجل سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فيه أنه كتنزل فيه الرحمة وكتسلسل فيه الشياطين إن شاء الله الله عز وجل إن شاء الله تعالى يرفعنا الوباء إن شاء الله تعالى وما يخرج إن شاء الله ربنا إلا ويكون الله تعالى رافعنا البلاء جميعا إن شاء الله عز وجل ونعود إن شاء الله تعالى أحسن مما كنا عليه إن شاء الله عز وجل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. سيدي حسن التي بشكل ختامه مسك دابا أنت مصاحب مع هذا الرجل مصاحب مع هذا الرجل قال لك اللي كيصاحب بائع المسك لابد أن ينال من رائحته الطيبة وانت مصاحب نعم. هذا الرجل مقرئ القرآن الكريم ورجل من الفضلاء أكيد أنك تجويد القرآن وتلاوته بدأت تسكن قلبك. بغينا تختم نفسي بركة ولا غاب الفاتحة تختم من هذا اللقاء المبارك. إيه يا أستاذ مش مشكلة وخا بسم الله وخا أنت مخترع وخا أنت تقني ولكن القرآن الكريم هو للجميع الاختراع دماله لكن القرآن للجميع. بالصح تماما أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين آمين. الله أكبر الله أكبر. وقراءة هذه وكأنه صوت الشيخ مصطفى الغربي هذا قراءة مماثلة تماما للشيخ الكبير والإمام والمشفع واللي هو رمز من رموز المملكة الشريفة في القرآن الكريم والتلاوة الشيخ مصطفى الغربي. هذاك قلتيه ربما كتسمع ليه بزاف. لا هو أستاذ هو عندنا أصلا من البلاد الشيخ غير مصطفى هو دعم لازم من البلاد وكنت معجب به بزاف وكنمشي عندو المزيد ديال الشهداء بارك الله وانا كنت شبك لك البلاد. بارك الله عليك بارك الله بارك الله فيك بارك الله فيك اخويا. نشكرك وتحية كبيرة للشيخ ديالنا الإمام الكبير الرجل الفاضل سي مصطفى الغربي اللي ربى أجيال وقراوا على يديه شباب بلا عد ولا حصر وكان سببا في ردهم إلى الله ردا جميلا. الله يطول العمر ديالو وبارك في الجهود ديالو. امين يا ربي استاذ. شكرا سيدي حسن البقال وشكرا سي عبد الحق الكياطي على هذه الدردشة الجميلة وهذه البشارات اللي كرمتونا بها. أسأل الله تعالى أن يصلح شبابكما ويزيدكما في المدد وأن يقويكما ويكثر من أمثالكما. الله يحفظكم حكما مفخرة للمغرب ومفخرة لهذا الوطن العزيز. نسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد أن يختم لنا ولكم جميعا بالحسنى. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم يا ربي اجعلنا فيه من الصائمين القائمين الراكعين الساجدين العابدين السائحين واجعلنا فيه من أهلك وخاصتك آمين. وختامه مسك بحرمة وبركة وسر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.